على هند طبعا شغل صنع في مصر. طيب انا الاول محمد صفاء رشيد، انا خريج هندسه حلوان قسم اتصالات والكترونيات. احنا يعني هي اللي هتتكلم عن موضوع يوم الهندسه المصري نفسه، وهتكون هند هي الاكتر لان هي هند منظمه لليوم نفسه. انا كان مجرد انا واصحابي كنا مشروع فزت المركز الاول انت ومجموعه. الحمد لله كان لنا نصيب يعني ان احنا ناخد المركز الاول في مسابقه صنع في مصر. هو البدايه ان هو كان مشروع تخرج عادي جدا زي اي مشروع تخرج كان ممكن يتحط في الدرج يعني، او كان ممكن يعني المجهود فيه في الاخر ينتهي بدون اي جدوى يعني او بدون اي مستقبل. بس احنا كنا متفقين يعني انا وزمايلي على هدف غير ده تماما. كنا عايزين فعلا مشروعنا يبقى بيحل مشكله حقيقيه في مجتمعنا المصري. طيب اللجنه المنظمه بقى احكي لي. هو اللي قال محمد ده يعني بيلخص اللي احنا بنعمله. احنا مجموعه من المهندسين في الباب الاخير رابطه جمعيه اسمها جمعيه مهندسي مصر للكهرباء والالكترونيات. هم خريجين هندسه وحاسبات مهندسين دول اتجمعوا عشان يعملوا لحاجه يعني لبلدهم والقطاع الهندسه باللي هم اتعلموه. فعلى الضوء ده او على الهدف ده جت فكره مسابقه صنع في مصر اللي هي كانت فعاليات ضمن يوم الهندسه المصري. انتوا مش اتكلمتوا عن اللي هو الشعر بتاع صنع في مصر؟ يعني سبق شويه ناس اتكلموا خاصه في مجال الاستثمار والتجاره والاعمال كانوا بيدعموا فكرة المصنوع المصري والتيكت المصري يبقى موجود بيبقى فيه رواج محلي وفي نفس الوقت التصدير. طب ايه الجديد اللي انتوا يعني كنتوا حابين تقدموه؟ الجديد اللي احنا بنركز على الجامعة، فكرة ربط الجامعة بالصناعة. يعني طلبة زي محمد وزمايله اوريدي في هندسة حاسبات بنطلب منهم مشروع تخرج نشتغلوا فيه حوالي 9 شهور ومطلوب منهم يطلعوا حاجة هندسيا طبعا على مستوى عالي. فاحنا بنستفيد باللي هم بيعملوه ده بدل ما هو بيتركن على الرف في الاخر او ما بتعملش بيه حاجة. هو فعلا بيتركن على الرف؟ محمد بيتركن على الرف؟ بيتركن. بس انا اقول لك على حاجة، احنا عندنا في الكلية سهل جدا ان انت تاخد امتياز في مشروع تخرج وانت مش عامل فيه اي حاجة. يعني سهل جدا. بتكلم صراحة يعني عندنا في الجامعات كل الجامعات يعني في جامعات شكليه تماما، بتبقى شكليه يعني انا بيكون مثلا حاجه من الاثنين، يعني الدكاتره هي اللي بتوزع مشاريع على الطلاب وبتوزع عليك مشروع انت مش عايز مثلا تشتغل فيه وتبدا تشتغل فيه، وفي الاخر الجريد بتاعتك ما بتقلش مثلا عن تقدير جيد جدا امتياز كده كده في الاخر بتاخد التقدير ده. فسهل كتير قوي من الناس قبل موضوع المسابقات وقبل يوم الهندسه المصري الصراحه دي مدة الموتيفز او مدة الحافز لينا ان المشروع ما بقاش مجرد مشروع بشتغل فيه شهرين بس اخر شهرين من 9 شهور ادنو نفسي فيهم واحاول انجز اي حاجه اخش اناقش بيها المشروع واخد التقدير بتاعي. ف ده عامة الموضوع ان هو بيتركن على الرف يعني الحقيقه. حتى هو غريب ان مشروع تخرج بيعمله طالب في سنه خامسه، يعني مفترض ان هو يطلع للحياه العمليه بعد شهور قليله ويبقى فعلا مشروعه ممكن قوي يبقى في مجال الكهرباء او المعمار او غيره ويكون مفيد. يعني مفيش لجان في الكليه؟ طيب امال العمل الطلابي داخل الكليه نفسه؟ بص احنا الفكره بتاعتنا احنا كمهندسين احنا ما حبيناش ندخل في ان احنا نغير يعني احنا الموضوع ابسط من كده. احنا شايفين ان بمجهودات صغيره ممكن نقول للطلبه دول طلب زي ما بياخدوا فكره مشروعهم من دكتور في الكليه او الكليه بتنزل افكار دول، احنا بنقول لهم انزل كلم الشركه كلم المصنع انت مهندس قول لهم ايه مشاكلكم في الصناعه انتوا عايزين تعملوا ايه؟ ده دور التنظيم. بنقدمهم في المسابقه من اول تيجي ثالثه في هندسه وبنقول لهم ان انت بنوعيهم اول حاجه ان انت مش لازم تعمل الصاروخ، انت ممكن تعمل حاجه اصغر من كده كتير، انت ممكن تعمل الابره بس ممكن تعملها صنع في مصر ولو الابره دي حد اشتراها يبقى انت كده حققت هدفك، مش لازم تعمل حاجه كبيره قوي او معقده قوي. هذا هو ما تعرفش. هم اللي عايشين بالظبط هي دي الفكره، حاجه قابله للتنفيذ. حيز التنفيذ ده شيء مهم جدا انك تفتح
تفكر تخطط وبعد كده تنفذ فيبقى في سوق وفي منتج فعلي على ارض الواقع. ده شيء مهم يا محمد. طبعا مهم جدا. يعني في اي حاجه لو انت فعلا ناوي هدفك في الاخر انت تفعل حاجه مفيده او حاجه فعلا تتطبق بتبقى لازم يعني تعمل حسابك كويس قوي في مرحله التخطيط حتى لو قعدت فيها مده طويله. احنا تقريبا قعدنا في ان احنا نختار الفكره احنا بدينا شهر 7 المفروض الموسم الدراسي بيخلص شهر 7 تقريبا او اول 7 او اخر 6 وبعدين الناس تبدا تشتغل في المشاريع من قبل الدراسه بشهر تقريبا شهر 9 اوله او شهر 8. احنا على طول خلصنا سنه ثالثه ابتدينا على طول بعديها في مشروع التخرج كنا متحمسين جدا للموضوع يعني. فاخدنا عشان نطلع الفكره نفسها اخدنا شهرين يعني كان من 7 من شهر 7 لحد مثلا اخر 9 او حاجه كنا خالصين جدا وازاي نطلع فكره فعلا تبقى بتحل مشكله حقيقيه في مصر ازاي تبقى الفكره دي. احنا مشاهدين انت قلت يعني عملنا اضافه كده في المدرج بتاع الجامعه ويعني الدكتور بيبقى قاعد بيشرح وفي طلبه كثافه عدديه كبيره جدا. انتوا عملتوا تسهيلات تقرب المسافه ما بين والدكتور اللي بيشرح يعني احكي كده. هي الفكرة ان انا عندي مشكلتين كبار جدا بيحصلوا في العمليات التعاملية بيأثروا على الكفاءات العملية التعاملية. احنا مفيش عندنا لما جينا درسنا يعني شفنا موضوع في مصر التعليم عامل ازاي المستوى عامل ازاي مفيش ولا جامعة مصرية من اول 500 جامعة معانا. تمام. فالفكرة ان طب ده ليه بيحصل كده عشان اصلا الحصة التعليمية اللي بيكون فيها نقل المعلومات من الدكتور او من المدرس للطلاب بيكون نسبة التحصيل فيها لكل طالب تقريبا ما تزيدش عن 20-30%. فهو ده بيعمل الكارثة اللي عندنا او بيقلل قوي الفايدة بالظبط. فاحنا حلينا ده ازاي؟ كان في مشكلتين اساسيين. اول حاجة الزحمة خصوصا في الجامعات الحكومية او المدارس الحكومية بقى الزحمة عدد الطلبة الكبير جدا من مثلا 500 واحد بيوصل لآلاف النظرية وما إلى ذلك بالظبط بيوصل لآلاف الطلاب يعني في المحاضرة. ده بيأثر على أنا لو مش قاعد بقى الناس دايما نقعد نتخانق على الأول بنسين والكلام ده. لا لو أنا مش قاعد في الأول بنسين قاعد في النص قاعد في الآخر لأن أنا ببقى شايف الكلام اللي الدكتور بيكتبه ما ببقاش سامع ولا سامع اللي هو بيقوله. ساعات في كلية التجارة زي ما كنت بقول لحضرتك ما ببقاش شايف أصلا الدكتور من كتر الزحمة. فطبعا دي المشكلة نفسها هي دي الكارثة. فبدأنا نعمل حل للموضوع ده ان احنا نحول السبورة اللي بتكون بيستخدمها العادية جدا لانتراكتيف وايت بورد. وده كان جزء من السيستم ان هو خلاص طالما هو بالسبورة اللي بيستخدمها دي بقت انتراكتيف فبقى يقدر الداتا اللي بيكتبها على يعني يوضح برضه انتراكتيف يعني ايه الاضافات اللي حصلت علشان تدي التأثير القوي وكل الطلاب يتواصلوا معاها. تمام. هو الموضوع فيه يعني طبعا تكنيكال شويه انا عارف ويعني مساله فنيه. تمام. لا مش مشكله عادي بس يعني ايه بنلخص كده. تمام. الموضوع كله ان انا بنحاول احنا في هدفنا ان احنا نستخدم الاصل من التولز الموجوده في الكليه. ايه اللي موجود في الكليه؟ السبوره العاديه خالص الوايت بورد البروجيكتور غالبا بيكون موجود برضه في اغلبيه القاعات اللي عندنا في جامعات مصر يعني والدكتور اللي بيشرح والطلبه هي دي الحاجات اللي موجوده في اي قاعه قاعات اساسيه. بالظبط. ايه اللي احنا بنزوده هي عباره عن قلم الدكتور بيستخدمه بيطلع سيجنالز معينه. طيب ماشي. ده جانب تطوير شكل التلقين او الدراسه داخل الجامعه لا بأس. لكن الصناعات المصريه يعني انا اتخيل اول ما قلت صنع في مصر دماغي راحت للسجاد المصري الحاجات اللي احنا بنتميز فيها شويه. معرفش ايه الصناعات اللي فكريني يعني هو بس يعني كده في صناعات من دي انتوا بتدعموها او بتبداوها او ممكن تبداوا حاجه ثانيه؟ هو خلينا نقول ان الصناعات اللي هي ليها رواج دلوقتي او اللي هي السوق المصري مؤهل ان هي يستقبلها هي شويه الاي سي تي الحاجات اللي ليها علاقه بالبرمجيات والكهرباء والالكترونيات. لا هي بس لا ده بس هو طبعا هي تحصل كل الناس سفينه وسنغافوره ودول ثانيه يعني فكره البرمجيات دي في ناس قطعت شوط كبير جدا. هل ده برضه تراك احنا ممكن نمشي فيه؟ هو حتى يعني حتى الوزاره هتلاقي او الحكومه المصريه كانت يعني اتجاه الاي سي تي. انا يعني عايز اقول ان في رفاهيه شويه في
في التفكير بشكل الكترونيك وبرمجي عالي الجوده. عايز اشرح عن ارض الواقع ولا ده طريق كويس هيوصلنا؟ هقول لحضرتك يعني هنبدا جزئين. ابدا بالجزء اللي بتكلم عليه من بدايه الثوره، من بدايه ما الناس بدات تفوق شويه. احنا عارفين كلنا ان التعليم لو اتحل، او يعني بقى في مشكله التعليم دي بدات تتحل، وبدا الموضوع كفاءه التعليم تعلى، بقيه المشاكل كلها تحل. انا لما اعلم الناس لما يتعلموا كويس، هيبقى انا عندي خريجين قادرين ان هم يشتغلوا، هيبقى انا عندي ناس عارفه تشتغل ازاي، عارفه تطلع منتجات ازاي، عارفه تعمل كل حاجه زي عن علم، مش طالعه اللي هو متعلمه نص نص يعني. فده اول جزء. فطبعا احنا لو حلينا ده جزء انا المشروع بتاعي بيساهم فيه. ازاي انا احول مشروعي بقى ان انا يعني احنا نعمل شركه وان احنا ناخد فلوس؟ ده طبعا هدف احنا حاطينه من اول، برضو وقت اشتغلنا فيه كان هدفنا ان احنا مشروعنا زي ما قلت ما يترميش في الدرج، وان احنا نكمل. حتى المسابقه هي كانت اداه، ما كانتش ده الهدف الرئيسي. ازاي هنعمل كده؟ احنا الفتره دي فعلا شغالين، كان في مستثمرين، وده كان دور الام اي يعني او مسابقه ميدن ايجيبت. كان في مستثمرين كلمونا فعلا في المسابقه، وكانوا بدوا يعني ابدوا يعني مدى اهتمامهم بالموضوع واخدوا نمرنا. ودلوقتي في الفتره دي احنا بدانا بنكلم المستثمرين، وان شاء الله كمان ناويين، وده مهم جدا، ناويين نعمل كونتاكت يعني نكلم الوزارات او كده. ده اول جزء، ده هو موضوع الفلوس. موضوع بقى الرفاهيه، الموضوع مش رفاهيه تماما ولا حاجه، لان احنا بنتكلم لو انا هحل مشكله مهمه جدا في البلد هحلها للقاعه الواحده هزود 500 جنيه، فالجامعه ممكن تزود 500 جنيه ده لو اتقسمت على المصاريف مش هتبقى ولا حاجه يعني. غير نفس الموضوع، هو ده الفرق بيننا وبين المنافسين. المنافسين بيبداوا بتجهيز القاعه بالسيستم ده، بيكون تقريبا بيبدا من 20,000 جنيه بيوصل لفوق 30,000 جنيه وفيما ذلك. طيب الفروع والتواجد في المحافظات والمناطق الصناعيه مثلا في مصر كتيره، طبعا منها هنا في الشرقيه والقاهره، وطبعا في الوادي الجديد في مصانع، وفي البحر الاحمر وغيره. يعني انتوا الرؤيه الشامله دي لاستيعاب كل الجغرافيا بتاعت مصر والاستفاده منها موجوده قريب ولا؟ مصابه صنع في مصر على مستوى الجمهوريه كلها. يعني احنا كان معانا في اول السنه الناس اللي قدموا 240 مشروع من 31 جامعه. ده اخر كم مشروعات، اعلى بكتير من 2005 يعني. بالظبط. يعني هو احنا مش احنا يمكن لا قبل كده كنا في سنه من السنين وصلنا ان احنا وصلنا 300 فريق، بس احنا كنا مركزين اكتر على الجوده اكتر من العدد. الفكره ان هو ما فيش حد يعني احنا بنوريت على او فاتحينها لاي جامعه من جامعات هندسه وحاسبات على مستوى مصر. والطلبه هي يعني فايز عندنا السنه دي برده كان من جامعه المنوفيه، فهو ما فيش لا قسم ولا جامعه محدده. وطبعا يعني محمد من جامعه حلوان، كان في من جامعه المنوفيه وجامعه اسكندريه وجامعه عين شمس. الموضوع محمد مصر كلها عايزه تخش كليه الهندسه، يعني حتى الادبي بيحلم في يوم من الايام ان هو يطلع من الادبي على كليه الهندسه. انت شايف ان خريج الهندسه يعني حظه موفق شويه ولا عسر في الظروف اللي احنا عايشينها؟ والله هو موضوع كليه هندسه وكليه طب دي احنا ثقافه احنا اللي بنبنيها، يعني مفيش حاجه اسمها طب وهندسه، وكل واحد لو شاف يعني هي دي فعلا اللي بتفرقنا عن غيرنا. لو كل بره كل واحد هو بيشوف هو ايه اللي بيحب يشتغله وبيشتغل فيه، عشان كده الحاجه اللي بتطلع بتكون احسن حاجه. لكن احنا هنا بنبقى واخدين على السمعه وانا اخش هندسه وفي الاخر ما بقاش ده اللي انا عايزه اصلا، فبالتالي اللي انا بطلعه في المجال ده هيكون قليل جدا. موضوع الحظ العصر وكده برضه انا شايفها ان دي احنا قيود، احنا برضه بنحطها على نفسنا. انا كنت داخل يعني اتعودت طول الكليه. دفعتك كام واحد الاول؟ دفعتي دفعه كليه ولا الفريق؟ لا دفعتك اللي انت طلعت بيها سنه خمسه وخلاص هتخرج. 1500 واحد تقريبا. 1500 مهندس اتخرجوا معاك في ليله واحده؟ وهند كذلك؟ انا متخرجه قبلهم بكتير، انا 2007. والله العظيم. طيب برضه كان نفس العدد كده ولا اقل شويه؟ لا حاسبات بتبقى اقل، انا خريجه حاسبات حلوان، بس ده العدد يعني ده من جامعه واحده طبعا، ده جامعه حلوان. طب 1500 مهندس من
طبعا على مختلف التخصصات توصل يعني. يعني مش كهرباء بس الكترونيك يعني. دفعة اتصالات بس تقريبا 300 واحد اللي هم اقرب من الابداع بيبقوا بعيدين شويه يعني. اللي بيعاصر ويتواصل مع المجتمع ويحاول يبدع بشكل فيه اختراع فيه تجديد دي الدفعه بتبقى اقل شويه يعني. الناس اقل اللي هم ان شاء الله تكون واحد منهم اكيد يعني باذن الله. هند من 2007 وقطعت شوط في المجال العام النفسي بقالي 5 سنين شغاله ولا تفرغتي للتنظيمات دي؟ لا انا شغاله في شركه اورنج اوريدي يعني مهندسه كمبيوتر في شركه اورنج. احنا بنلعب جيمز طول النهار على النت وغيره يعني. الناس دلوقتي شايله الايباد ده والحاجات والايفون والاي مش عارف يعني في كذا اي في مصر دلوقتي كله قاعد يلعب في المواصلات وغيره ولا يعرف بالظبط. لان مفيش توجيه صح يعني. محمد والشباب اللي معايا والفرق اللي كانت كلها فيهم الهندسه المصري وفي صنع في مصر باين ان الشباب لو خدوا اقل دعم ممكن احنا ما بنعملهمش حاجه يعني. احنا مش بنجيب لهم مصانع في مصر مش بنجيب المستثمر ليهم. احنا بنوريهم الطريق لهم انزل انت كلم في السوق انزل انت اعمل فهم باقل دعم يعني ما شاء الله. طب هي دي انت قلت رابطه شباب الجمعيه جمعية يعني تحت العمل الأهلي مدرجة تحت هي R2E هي جمعية غير هادفة للربح NGO. الجمعية دي جزء منها هي رابطة مهندسي القضاء والإلكترونيات دول اسمهم جولد جرادويت اوف لاست ديكيت اللي هم خريج العمل الأخير اللي هم آخر 10 سنين فهم تبع الجمعية. دلوقتي يعني الشركة مثلا كانت عندنا هم عارفين ان يوم الهندسة المصري ده لازم يبعتوا حد عشان اجدد افكار هيلاقوها في المكان ده. فهي فكرة ان احنا زي محمد قال هم احنا في هدف واضح وبنشتغله بجد فبيطلع منه نتيجة. محمد يعني جنب طبعا احنات الموجودة داخل الجامعة لكن بجد يعني السوق المصرية محتاجة ايه يعني كلمة صنع في مصر انا لازم مخك يروح لمنتجات عديدة في مجال التغذية مجال الصناعات الخامات المعدنيات يعني ايا كان المجال يعني. انت كواحد مفكر كده وبرضو بتبص للمستقبل احنا عندنا الثروات المعدنية يعني مليانة يعني قول كده لو انت هتكلم وزير الكهرباء والطاقة او الجماعة اللي هم بيطلعوا البترول والمعادن دول من الصحراء يعني تقول لهم ايه؟ بص هو انا هتكلم مش يعني انا نية لمشروع او انتماء زيادة عن اللزوم لمشروعي بس انا فعلا انا وزمايلي لما قعدنا فكرنا في اول سنة كنا طلعنا كذا فكرة في مجالات مختلفة تماما غير مشكلة التعليم. بس يعني انا حضرتك سألتني على رأيي الشخصي انا رأيي الشخصي فعلا ورأيي ده كان رأي زمايلنا كلنا في التيم تاني هي مشكلة التعليم. هي لان زي ما بقول لحضرتك احنا لو متعلمين كويس بجد الدنيا هتبقى يعني فعلا هنبقى عارفين احنا رايحين فين وعارفين احنا بنعمل ايه وعارفين احنا بنصنع ايه. موضوع السوق المصري محتاج ايه دي برضو كان حاجة شغلة جامدة جدا ان احنا في الاخر ما نبقاش بنحلم احنا هنعمل برودكت مش عارف شكله فلاني ويحل مشكلة عالمية في الاخر اصلا ما يبقاش فيه سوق زي ما حضرتك تقول ما يبقاش مش مقبول كثقافة مصرية. ولكن ده في مشروعنا ده مش صحيح. احنا الحمد لله درسنا شفنا الاتجاهات او الترندز رايحة فين في الوزارات المختلفة قبل كمان القطاع الخاص كنا بنشوف الوزارات لقينا ان اغلبية الوزارات في حكومات مختلفة زي مثلا مستر احمد جمال الدين في وزير التربية والتعليم السابق وابراهيم مستر ابراهيم كونين وزير التربية والتعليم الحالي كل الناس تقريبا وكان في كمان وزير الاتصالات في يوم الهندسة المصري كلهم بيتكلموا على ازاي هم عايزين يطوروا التعليم وازاي يستخدموا التكنولوجيا في التعليم ان هم مجال مثلا الحاسبات او مجال البرمجيات انا شايفه ان لحد دلوقتي احنا ما عملناش حاجه بتخدم يعني ممكن نكون بنعمل حاجه ما بتخدمش فعلا
يعني الموجود دلوقتي اصلا، لان تصنيعها هو مش محتاج اكتر من الناس اللي بيصنعوا المنتج يعني. المصانع المنتشره في ارجاء القاهره الكبرى بشكل عام وغيره يعني في المحافظات مشغولين بفكره في مصانع الفرص اللي ممكن تساعدنا على يعني على تحقيق فكرتنا او تطبيق ده على ارض الواقع. بس اتمنى التوفيق ليكم مهندسين الشباب الجمال. هند محمد اسماعيل مهندسه الشاطره في الحاسبات.